السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع الإعلان على سلسلة الريدمي نوت 9 في الصين. اليوم أعلنت شركة ريدمي على سمارت ووتش ساعة ذكية جديدة تأتينا بشكل مستطيل وبمواصفات قوية جدا وسعر غاية في الروعة. سنتعرف على كل ما تقدمه هذه الساعة وعلى السعر الذي تنزل به. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. وتأتينا الريدمي ووتش مع شاشة من الزجاج. تأتينا هذه الشاشة بحجم 1.4 إنش، تأتينا مع شكل مستطيل، كما أنها تتوفر بثلاث ألوان: الأسود، الأبيض والأزرق. هذه الألوان هي للساعة، أما سترابس فتتوفر بعدة ألوان من بينها الوردي، الأخضر، الأسود، الأبيض والأزرق. فيما يخص الواتش فيسز، ستتوفر هذه الساعة مع أكثر من 120 واتش فيس، بإمكانك التغيير بينهما باستخدام المي فيت أب التابعة لشركة شاومي. كما تدعم هذه الساعة أهم الفيتشرز التي نجدها في جميع الساعات الذكية، مثل تتبع النوم، قيس نبضات القلب، قيس الأكسجين في الدم وغيرها من الأشياء المهمة. كما أنها تأتينا مع بلوتوث 5، تأتينا مع NFC، كما أنها ووتر بروف، يعني بإمكانها الغوص تحت الماء في عمق يصل إلى 50 متر. الساعة خفيفة جدا، تزن حوالي 35 جرام، ومع هذا تأتينا مع بطارية عملاقة، مما تمكننا من استخدام هذه الساعة إلى حد 7 أيام، هذا الاستخدام العادي. كما أنها تتيح لك خاصية السيفينج مود، مما سيوفر من استهلاك بطارية هذه الساعة لتدوم معك إلى حد 12 يوم. الساعة تشحن من 0 إلى 100% في حوالي ساعتين، وهذا بحد ذاته يعتبر رقم قياسي على ساعة تأتينا من هذه الفئة السعرية. ويبدأ سعر الريدمي ووتش من $45، نعم $45 فقط على ساعة تأتينا بكل هذه الامتيازات أصدقائي. فعلا سعر مغري جدا. الساعة متوفرة في الصين فقط إلى حد هذه اللحظة، أكيد سيكون لها نسخة عالمية وسنكون أول من يوافيكم بهذا الخبر، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. أشكركم على المتابعة، وفي النهاية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكراً.